حكيم في كل تصرفاتك على مدار اليوم. انت ماشي رايح الشغل، الناس يقولوا ايه؟ لو اشتغلت قليل يزهقوا منك ويمشوك ويتقطع عيشك ويبقى تقعد في البيت لانك مش بتاع شغل. هادي بزيادة بتتحرك، عمل زي اللمبة الموفرة، موفر للطاقة وخايف على سما، ما بتمدش ايدك في الحاجة. طب اشتغلت كتير، تغلط كتير يتخصم منك. امال ايه؟ لازم الامانة والاعتدال والحكمة في الشغل عشان اخر الشهر لما تقبض تبقى زي حكيم في الفلوس. ما لو بتصرف كتير تبقى مسرف وعمرك ما تحوش وتعيش فجري وتموت فجري. يبقى ده كلام اللي يجي في ايدك يتصرف اول باول. طب ولو ما صرفتش تبقى بخيل، وايه بقى؟ محدش يطيقك، محدش يعرف. ايه يا عم ده؟ يعني خليك معتدل، حوش لك قرشين لو عرفت في الزمن ده، يعني لو عرفت يعني الله يقويك، حوش لك قرشين واصرف في الباقي، بس مش اول باول. خليك حكيم، خليك حكيم، خليك حكيم في تعاملاتك، لانك لما بتقدم حب زياده وتفتح البيبان على مصراعيها وما تعرف مين قرايبك من مين مش قرايبك، وناس داخله وطالعه وهيصه، صدق المشاكل بتدب ويبداوا يقطعوك. ولما تقفل الباب بالضبه والمفتاح وتبطل تتعامل مع الناس وتبقى قافل على نفسك قوي، بيقولوا عنك متكبر فيكرهوك. يعني ولا تفتحها على البحر قوي يقطعوك، ولا تقفلها خالص يكرهوك. ده كده في كل امور الحياه محتاجه ايه؟ اعتدال وحكمه. الحكمه تخلينا معتدلين. عارف لو حطوا الميكروفون جامد جوه بقي صدقني ما تسمعش. طب لو بعدوه شويه بعيد خالص برضه مش هتسمع. لكن الاعتدال ايه؟ الاعتدال حلو. حكمه سماويه، كل عطيه صالحه وكل موهبه تامه هي من الله نازله من رب السماوات. كل اللي عاوز حكمه يطلب من ربنا ايه؟ حكمه. يقول له يا رب اديني حكمة تجيلي من السماء، لأنه صدق لو قلبت في حالي وحالك تلاقي كل واحد مننا يحتاج للحكمة كل يوم. Every day، يوما فيوما، كل يوم تحتاج للحكمة.